السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصديق والحبيب الغالي أبو باسل حفظه نورت الله عليك تعالى. نورت عليك. ونحن خرجنا من المدينة، فحكى لي قصة حدثت معه، فقلت والله لا أشارككم بها رغم كل الظروف التي أمر بها. طبعا هو يخفف عني، ولولاه لكانت حالتي بويلات. يعني كان هذا مرت علينا ايام، لطف الله، هذا مرت علينا ايام الله وحده يعلم بها. المهم، على الحبيب ابو باسل خرجنا الى الطبيعه، وفي طريقنا نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن حليب وابقار وارض نزرعها، ويعني نريد ان نعيش شيء من مع الطبيعه. مع الطبيعه. فاللي حكاها أبو باسل قال لي الواحد ما لازم يحمل بقلبه بالمرة، يعني خلي قلبه أبيض دغري مسحها، هذا شغلة حلوة. هو حكى وصل له أكثر من 50 سنة عايش بين السويديين، فحكى السويديين ما بيحملوا بقلبه، فهو حيحكي لكم القصة. تفضل حبيبي، عمي حبيبي. طبعا مع بيون، هذا كان لي صديق وقتها بالسبعينات، كنت لساتني يمكن 73 72 73، كنت ساكن بيوت الطلبة. بعد بيوت الطلبة كان لنا مطبخ مشترك لست أشخاص وست غرف، كل واحد عنده غرفته ودشه لحاله والمطبخ مشترك. بعد أنا كنت شوية هيك شوية شديد مع نظام المطبخ والديسك، لأنه إذا ترك أبو باسل ما بيحب الزحلي، ما بقدر يسكت عليها، وعصبي عصبي دمت للنار كان. الدم العربي شلون الفرس العرب والعربي، تعرف الخيل العربي دمه حامي ما بيتحمل. اشترطت عليهم، قلت له كل واحد بياكل من صحنه رأسا يعمل له يجلي وينظفه، ما عنده وقت يروح يحطه بالخزانة تبعه، بس يكون عنده وقت بيجلي، ما يحط أشياء بالمجلى. وإذا لقيت أي شيء بالمجلى رأسا بدي كبه. والله بعد ما هذا جيت باليوم نفسه أو ثاني يوم، جيت لقيت مليانة صحون وما صحون، قمت كبيت بزبالة. عم طلع هو شافني، مين كب زبالة عندي؟ مين كبون شاتي؟ مين أنت نوري، أنت مالك أصل، أنت مبرغت، أنت صار يحكي كلام أبو عربوش و... إيه يحكي من كل الكلمات، صارت سكلي، إيه شعر أسود. المهم والله شو يعني، إنه قلت هلأ وصلت بيني وبينه لفوق، ما بقى حكي إلا بسني. والله بعدين سكرنا، الواحد فات على غرفته وسكرنا ورجعنا بعد ساعتين يمكن العصريات، بده الواحد يساوي له اكله، بده يغلي شاي وكذا. ما الا هو بساوي شاي، قام شو قال لي؟ قال لي كريم بدك شاي؟ بدك شاي؟ هي تفضل، هي شاي. انا هو قال لي هيك الكلمه كانه واحد جاب سطل مي بارده وكتو عليه، يعني قال لك نسي دغري الارض، نسي ما امام الارض. يعني انا من هذيك اللحظه وانا متعلم شغلات كثيره، والله يذكره بالخير ابن عمي مأمون. كمان هو شوفني بسوريا يطلع خلقي وانا عم سوق السياره كذا، اللي ابن عم ادل العشره، ادل العشره، فجزاهم الخير اللي لهم هيك بصمه بحياتي، بذكرهم بالخير. بس والله زلا هذا الشخص ما عاد شفته، هذا السويدي من زمان، هي صلى هي بالسبعين 73، يعني حيصلى شي 48 سنه. ايه هي القصه حكيت له يا حسام، اليوم حابه انه نشارك معكم، نشاركوا فيها ان شاء الله خير. احنا طالعين نزرع، يعني مشان هيك لابسين اواعي العري، بس ما زرعنا، ما زرعنا، بس ما حنقلكم شو حنزرع، ما حطروا ببالكم. بس اليوم جبنا حليب، هلا حنجيب حليب، ما جبنا لحلى نجيب حليب، لقينا عند واحده، هلا حنروح لعندها، هلا بقي شيء نص ساعه لنكون عندها ان شاء الله. يمكن اول مره بضحك انا من 3 4 شهور على فكره. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، بس انه ان شاء الله خير. اي يلا الله يتقبل منكم. شوف بقفانا هذا كله، هذا ماسك روس، هذا شو بيقولوا هون السويدي، جميل جدا. اي هي ارض مو مزروعه، هذيك الارض الثانيه ذيك مزروعه مبينه، يعني في الفرق بينات، هي طبيعيه، هي هون مو حارفينها ولا شيء، طبيعيه. نعم. اي هي الجورد هي بدها تنباع هون على فكره، هي بدها تنباع، بس يلا الله يجزيكم خير، نشوفكم بخير، ادعوا لنا بالخير، الله يفرج عن فلسطين كمان. امين يا رب. لا اله الا الله.